اهلا وسهلا خويا كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا مزيان وصحه مزيان وما كتشوفوا على الفيديو ديال اليوم الا كنتي اول مره كتشوف لاشين ديال الي فاميلي فما عليك الا تهبط او ضغط على الابوني كذلك تفعل الجرس وما تنساش دير واحد الكومونتير زوين بحال باش الفيديو اللي جاي طلعوا بزاف ديال الكومونتيرات كيف ما كتشوفوا هنايا. المهم نبان لكم متحمسه وفرحانه اختي ديال بصح وما قدني فرحه فاينلي غنمشي للبحر اش هاد العباد اش كتخربقي فين غاده فراسكم اخوتي من شحال هادي باغا نمشي للبحر والله الا شهوتي في البحر باغا نمشي ونعوم اختي باغا نمشي للبحر ونعوم تقولوا لي لا ورا بزاف ديال البلانات ولكن اختي راه ليلى يلاه. المهم نجري نجري على البحر اختي في اي لحظه نقدر نولد وما نمشيش للبحر ومن بعد عتري ما يمكنش نمشي للبحر لا اختي لا دابا اليوم غنمشي ربي كبير. المهم تلقاوني لابسه البوركيني هذا ماشي ديالي غا تنزلوا عليا في الكومنتات بوركيني ديال الكيسام اي اختي البوركيني ديال الكيسام لحقا ديالي جاوري بجوج ما بقاش كيجيو قديك صافي ما بقاش السنسله ما بقاش كتقدر تطلع هذا ما كان اختي عطاتني هذا واسع هذا كبير. المهم حيت انا اصلا فقت الصباح بكري وجدت بزاف ديال الحاجه اللي غنديو معانا ندوزو النهار تما ان شاء الله بحول الله انا ومالي الدار وعائله مكه وداك الشيء ومن هاني نصور لكم فلوغ اختي هذا مكان. المهم ليتس جو نوريكم اشنو وجدت. انت يا اختي شوفي اول حاجه درت بالصباح فاش فقت فطرت ايوا يا اختي وعجنت الخبيزات شوفي شوفي الخبيزات كيشهي ودغيا دغيا درت ليهم هاك مك هاك باك تي تسويت داك الشيء خاف مزربان وكيعجبني انا اختي هاد الخبيزات بحال هكا صغيورين نديهم معايا تيجيو زويون. باقي ليا هادو هادي خبيزه وهادي كرصه وباقي عندي وحده في الفران ايوا المهم هي صايب الشلاضة يا اختي ديال الرز عندي فيها مايس والطون و مايونيز اختي هذا عرفتي مع دركنا الوقت وداك الشيء درتو الفريكو باش يبرد جبدي ليا الخضره اللي في الثلاجه في الزين نخلط داك الشيء غنوريكم اختي شكون جا معايا عندي الضياف لا لا غيمشي معايا للبحر. هنا يا اختي كنصايب مايونيز درت معاه شويه ديال البزار شويه المليحه شويه الملح لحقاش انا الرز كنطلقو بالملح هذا الزيت ديال الطون لا اختي 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 انت هنا يا اختي درت البطاطا وخيزو خلطتهم بجوج هادو كيتخلطوا بجوج صافي خلطتهم بجوج وهنايا درت الباربار فراسكم الناس هاد الباربار حلوه درت معها شويه ديال المليحه وشويه ديال المعدنوس صافي هادي عزلتها بوحديتها ايوا بطبيعه الحال دينا الكيسان ديال اتاي والماء والمليحه وطبعا يصلات هذاك الشيء اليوم عوانين نسكنو في البحر اختي نسكنو ومدينا الحليوات الا باغيين هاي هاي عاود ثاني فراسكم هادي راه جات معايا قالت لك حقا الواد غنمشي نقابل خالتي الا ولات هيا راه هي تمشي للبحر اختي راه ما جاش قابل خالتي لا 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 صراحه الله نفعاتني مع داري فيها الدروج كتمشي تجيب لي خبيزات تمشي تقضي غارات انت عند رانيا تفرجي الافلام وتجي المهم اختي اليوم غنمشيو للبحر تبحيره دايز هالك ما اختي المهم اخوتي راه سالي داكشي اللي انت انا توحش البحر عرفتي شنو انا غتعومي غنعوم غنعومو غنعومو حنا راه جوج جوج حنا راه غنعومو. المهم اخوتي داكشي اللي دوزنا هاد النهار ان شاء الله بحول الله نبارطاجيه معاكم. المهم اخوتي لقيتوني ساليت توجات وساليت كلشي بما انني غادي نعوم غنعطيكم واحد البلان كنديو انا شعري عندك اختي شي ماسك ديري له شعرك ماسك بحال هكا فاش كندخلو اختي كندوشو داكشي من هاني تحافظي على شعرك ومنها الملحة ما تضررش لك الزغبة ديالك هادي حاجة حاجة اخرى ما عندكش اختي ديري غير ديميلور ياك عندك شامبوان عندك ديميلور ديال الشامبوان ابخي شامبوان حتى هو اختي ديري ابليكي على شعرك وسير اختي تبحري وجي ودوشي هذا ما كان ايوا لقيتوني دابا ندير ليكرون لوجهي صراحه الله ما كاينش الشمس بزاف كاين الريح ولكن ضروري ليكرون اختي اصلا هي بشرتي حساسه بزاف ضروري ضروري من ليكرون وهذا ما كان الزينات ديالي ما كيهمنيش هادشي كامل كيهمني غير نشبح غنطبح شوف هذا ما كان اختي كنجا خوتي عائلتي وعائلة مكة واش جاية للبحر شنو انت صافي؟ اختي راه جاي نخيمو رانيا شنو انت اختي؟
الله على وقيته ديال الغداء. شوفوا شوفوا قلت لكم التفاريض اخو اللحومات اختي جات لنا هي اللحومات مع القطيطه. شكون اللي بيع لنا العجله محمد؟ جداتي قالت لنا دخلنا المسخون دخلنا بلاصي انا كرمت انا ولدي كرمت كرمت تملح بيعتينا العجله امي. لا قلت لكم مسخون بس زعما قلت لك شنو غتوعيك ما سخونش بارد ومقراضي 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 ما يشاف ولكن احنا جينا غنتغداو عرفتي يا اختي كان واحد الريح واحد الريح والرمله بزاف ما خلاتنيش انا نصور لكم المهم لقيتوني هنايا مشيت بدلت حويجاتي وداك الشيء ولكن البنات اختي ما سخاوش بالبحر صراحه الله تبحرت عمت ما سخيتش به ولكن واحد شويه صافي ما بقيتش قادره مشيت بدلت حويجاتي. هذا ما كان البنات شوفوا لي البحر كي داير ما شاء الله عامر بالوليدات والعائلات داكشي ولكن اليوم زعما ماشي ديال العومان حيت كان بارد وكان محرك العجاج. المهم فاطمه الزهراء هي وصاحبتها اختي راه ما سخاوش بالماء نهائيا. هي هذيك اللي حاضيه البحر الله يرحل بغيت غير نفهم واحد الحاجه انا خويا شهري باقي ما دخلش عاد وليت كنتمشى واحد المسافه قال لي يلاه نتمشاو غير هنا غيولدني قبل الوقت اخوتي وانا قالت لها الطبيبه خصك تمشى تمشى ضروري قالت لي اخوتي ارتاحي ماشي قالت لي تمشي عطيها الكني وانت انا تابعاه بحال البطريق هادي تنفع هادي تضر عرفتي دابا فاش طليت شنو هو داك؟ اش كيبان؟ الراس البحر الله عرفتي راه حنا في الراس هنا هما في الراس ديك الزي صافي راه ما قدرتش خوتي عييت جيت هنا وانا نريح ايوا حاضر البحر الله يرحم قبل البحر عييت خوتي شوفوا لي هما فين كاينين الهيه حدا دوك اللعيبات البيضين دوك الديور البيضين تما في شي قنت وعرفتي حنا فين كاينين شوف حنا كاينين جهه مارين يالله صافي ما قدرتش اخوتي رزمت جلست هنا ريحت الارض سيرحوا لهم بيجوا عندي يجوا يهزوك يجوا يهزوني هذا لا اختي شوفي نص نهار سمارينا عييت ديال بصح ما بقى فيا ما يصلح سخسخت تمشيت لهنا يوريكم اختي صراحه الله الخرجه دازت ناضيه غير هو الجو ما كانش مساعد في الريح بزاف العجاج بزاف 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 تغدينا بالرمله كلينا كلشي بالرمله كلشي بالرمال شوف شي وجهي كيتغزز بالرمله اه والله الا حاسه به ثقيل 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 عليا ما فيه ما يصلح ايوا صافي اختي لقيتني غندخل ندوش ايوا عاد نخرج ان شاء الله بحول الله نتعاونوا على ديك الروينه ديال الطبيصلات وداك التخربيق كلشي داكشي يتغسل ان شاء الله بحول الله هذا ما كان ريح كيتغزز كيتغزز المهم الغزالات لقيتوني دابا يلاه خرجت من الدوش دوشت صراحه الله يلاه ارتاحيت عرفتي شوفوا وجهي كي كان قبله كي ولا بعده طليت عليكم بهاد العكفه عرفتي تسخسخت ديال بصح ولكن صراحه الله داز نهار زاهي فوجت تعمت يقولوا لي لا البحر بالعكس البحر والله حتى دابا مزيان المراه الحامل وداك الشيء ماشي مشكل دخلوا قراو عليها وداك الشيء وتشوفوا فيديوهات يوتيوب ناس كيهضروا على المراه زعما ملي كتكون حامله كيخصها تمشي للبحر كتبدل الجو النفسيه كتبدل بزاف ديال الحوايج صراحه الله هذا ما كان المهم الغزاله ديالي تهلاو ليا في راسكم فيديو جاي ان شاء الله بزوات كبار ليكم سلامه.